السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المتابعين قناة كريمتك، هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا هذا المشكل مثلا في هذا الكونيكتور اللي تمت الإزالة ديالها بالعنف كما تلاحظون. سأحاول تقريب أكثر. بالتالي غادي نلقاو صعوبة في التركيب ديالها. غنوريكم الآلية اللي كنا نستعمل من أجل نصلح هذا المشكل. من بعد ما نضف السلكة نجيب الكونيكتور الآن غادي نقوم إن شاء الله بتركيبها بالتعديل. الله
الآن لا خوف عليها إن شاء الله، يعني نقوم بتجميع الهاتف ونقوم انتهينا من هذا المشكل. مع العلم أنها ثابتة بشكل جيد الآن، بإمكاني إضافة القليل من اللحام من الجوانب. بهذا الشكل هذا نكون انتهينا من تركيب المشكل، اصلاح المشكل ديال انقطاع المسارات التي تقوم بتثبيت الكونيكتور مع الكارت ميرو. السلام عليكم ورحمة الله.